من أهم الدول في الشرق الأوسط ومهد الكثير من الإمبراطوريات ومقر آخر خلافة إسلامية فتح شعبها أوروبا وحكموها لمئات السنين. فتعالوا بينا نعرف تاريخ تركيا ومين هم الأتراك ومن أين جاءوا وما سبب تسميتهم بالاسم ده وما هو تاريخهم قبل الإسلام وما هي أهم الدول اللي أسسوها وإزاي الأتراك اعتنقوا الإسلام وكيف تعرفوا على العرب وتحولوا هم والعرب من أعداء بيحاربوا بعض لحلفاء وأصدقاء. وإيه هي الدول اللي حكمت تركيا ومين هم أول الشعوب اللي سكنوها وإيه هو دور العثمانيين في تاريخ تركيا؟ كل ده وأكتر هنتكلم عنه في الفيديو ده. لكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنساش تعمل الفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. يعتبر الأتراك من أقدم وأهم الشعوب في تاريخ العالم وبيرجع تاريخ تركيا إلى آلاف السنين قبل الميلاد. وتاريخ تركيا مش بس مجرد قصة أرض قامت عليها دول وحضارات، لا، هو قصة شعب وأرض بتفصل بينهم آلاف الأميال. فقبل ما نتكلم عن قصة الشعب التركي أو الأتراك ومين هم وجم منين وإيه تاريخهم، خلينا الأول نتكلم عن الأرض. دولة تركيا الحالية بتتكون من منطقتين أساسيتين، هما الأناضول اللي بيشكل 97% من إجمالي مساحتها ومنطقة صغيرة في أوروبا بتشكل 3% الباقيين. وفي الأناضول نشأت الكتير من الحضارات القديمة، كان أهمهم هي حضارة الحثيين اللي أسسوا أول إمبراطورية في تاريخ الأناضول سنة 1650 قبل الميلاد، وكانت وقتها من أقوى الدول والإمبراطوريات في الشرق الأوسط جنبا إلى جنب مع الفراعنة في مصر، اللي دخل معهم الحثيين في صراعات كتير زي حربهم مع رمسيس الثاني في معركة قادش الشهيرة. لكن بحلول عام 1190 قبل الميلاد تفككت دولة الحثيين وقامت مكانها دول أخرى هما فريجيا وليديا. ولأن الأناضول بيقع في ملتقى الطرق بين قارة أسيا وقارة أوروبا فكان عليه أنه يواجه خطرين. الأول كان من الغرب وتحديدا من اليونانيين الإغريق اللي استعمروا سواحل غرب الأناضول وأسسوا فيها عدة مدن يونانية، وسميت المدن دي باسم المدن الآيونية. والخطر الثاني كان في ظهور قوة أكبر من الشرق وتحديدا إيران، وهي الإمبراطورية الإخمينية الفارسية اللي تمكنت بقيادة مؤسسها كورش الكبير من احتلال الأناضول والقضاء على مملكة ليديا سنة 546 قبل الميلاد. لكن الفرس استقلوا جدا بقوة اليونانيين وقالوا إيه يعني اللي ممكن تعملوا بلد صغيرة زي دي، فحاولوا السيطرة على المدن اليونانية على بحر إيجا، فأدى قمعهم لليونانيين الموجودين فيها لطلب سكانها المساعدة من إخوانهم في اليونان زي أثينا وسبارتا عشان تشتعل بكده واحدة من أشرس الحروب في التاريخ، وهي الحروب اليونانية الفارسية اللي استمرت 50 سنة حاول خلالها الفرس غزو اليونان لكنهم فشلوا. ومش هتصدق لو قلتلك إن انهيار الإمبراطورية الفارسية العملاقة دي بدأ من المنطقة الصغيرة دي اليونان، واللي هيكون ليها دور كبير جدا في تاريخ تركيا والأناضول زي ما هنشوف كمان شوية. ومن هنا يظهر لنا سؤال مهم، وهو يعني ايه اصلا كلمة أناضول؟ كلمة أناضول هي تسمية يونانية بيرجع اصلها لكلمة أناتولي واللي معناها الشرق او مكان شروق الشمس، وده لان الأناضول بيقع شرق اليونان فالشمس بتطلع منه على اليونان. ولفترة من الفترات كان الأناضول بيسمى باسم اسيا الصغرى. ومن اليونان انطلق الاسكندر الاكبر عبر سلسلة من الحملات العسكرية الناجحة واستطاع احتلال الأناضول والقضاء على الامبراطورية الفارسية عشان تبدأ من هنا الهيمنة اليونانية الكاملة على الأناضول لأكثر من 2000 سنة. وكان السبب في ده هو استقرار اليونانيين بأعداد كبيرة في الأناضول ونشرهم للثقافة اليونانية. وخلينا أقولك إن الأناضول وقتها كان ليه أهمية كبيرة جدا على مستوى العالم القديم، فلك أن تتخيل إن من بين عجائب الدنيا السبع وقتها كان في 2 منهم موجودين في الأناضول وهم معبد أرتميس وضريح موسولوس. ومن بعد الإسكندر الأكبر تم تقسيم إمبراطوريته بين قادة جيشه وظهرت في الأناضول عدة ممالك صغيرة، في حين أصبح أغلبية مناطق الأناضول تبع الإمبراطورية السلوقية واللي استمرت في حكم الأناضول لحوالي 113 سنة. لكن خليني أخدك في رحلة لغرب أوروبا وتحديدا إيطاليا. ولو بتسأل إيه علاقة إيطاليا بالأناضول هجاوبك على السؤال ده وأقولك إن المنطقة دي هتكون السبب وراء الكتير من الأحداث المهمة اللي هتحصل في تاريخ الأناضول زي
ما هنشوف كمان شوية. ففي الوقت ده نشأت في إيطاليا قوة جديدة وهي الجمهورية الرومانية اللي بنت قوتها على الغزو والتوسع على حساب الدول المجاورة وفرضت سيطرتها على غرب البحر المتوسط كله. لكنها لم تكتفي بده فخاضت عدة حروب ضد السلوقيين ونجحت في احتلال الأناضول بشكل تدريجي ابتداء من سنة 133 قبل الميلاد. واستطاع الرومان حكم الأناضول لمئات السنين ومع ظهور الديانة المسيحية انتشرت بشكل واسع في الأناضول واللي أصبحت في النهاية هي الدين الرسمي لأغلبية سكان المنطقة من اليونانيين والرومان. وبحلول القرن الرابع ميلاديا تعرضت الإمبراطورية الرومانية للفوضى وعدم الاستقرار. وأمام الأوضاع المضطربة دي أراد الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير سنة 330 ميلاديا تأسيس عاصمة جديدة للإمبراطورية الرومانية تكون بديلة عن مدينة روما. فوقع اختياره على قرية صيد يونانية على مضيق البوسفور اسمها بيزنطة وأمر بتحويلها لمدينة كبيرة سماها على اسمه وهي القسطنطينية اللي أصبحت أهم مدن العالم وقتها. اعتنق قسطنطين الديانة المسيحية وجعل منها الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية. وفي عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني انقسمت الإمبراطورية الرومانية نهائيا إلى دولتين سنة 395 ميلاديا، واحدة في الغرب اسمها الرومانية الغربية وواحدة في الشرق اسمها الرومانية الشرقية أو البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية. وبكده نكون عرفنا تاريخ الأرض اللي هتعرف بعد كده باسم تركيا ومعنى اسم الأناضول وتاريخه والدول اللي قامت فيه قبل وصول الأتراك. كل ده والأتراك لسه بعاد جدا عن الأناضول وما دخلوش على مسرح الأحداث بشكل مباشر. أما لو بتسأل نفسك الأتراك كانوا فين وقتها؟ فكانوا هنا في آسيا الوسطى وغرب الصين، وفيها عاش الأتراك حياة البدو الرحل لآلاف السنين وكانوا بيعتنقوا ديانة خاصة بيهم هي الديانة التنجيرية واللي هي خليط من التوحيد والوثنية. وفي معلومة تاريخية مهمة عن الأتراك بتقول إن هم أول الشعوب في التاريخ اللي ركبت الأحصنة والخيول واستأنستهم، وكانت المناطق اللي بيسكنوا فيها بتسمى تركستان أي بلاد الأتراك. لكن قبل ما جاوبك على سؤال يعني إيه كلمة تركي وسبب تسمية الأتراك بالاسم ده، خليني أحكي لك الأول تاريخ الأتراك في آسيا الوسطى. أسس الأتراك الكتير من الإمبراطوريات المهمة وكانت أول دولة تركية مركزية ليهم هي إمبراطورية الهون الكبرى المعروفة باسم شيونجنو أو زي ما الأتراك بيسموها إمبراطورية الهون الأسيوية اللي تأسست سنة 220 قبل الميلاد وكانت عبارة عن اتحاد من القبائل والشعوب التركية. ومن أشهر حكامها هو متى خان المعروف باسم أغوز خان. وعلى مدار مئات السنين قام الهون والأتراك بالإغارة على المناطق الصينية وبسببهم بنى الصينيين سور الصين العظيم لحماية أنفسهم من غارتهم. وبحلول القرن الأول الميلادي انهارت دولة الهون الأسيوية وبدأ الهون في الهجرة نحو الغرب نحو أوروبا وأسسوا إمبراطورية هونية جديدة وهي إمبراطورية الهون الأوروبية سنة 370 ميلاديا. فهجموا أوروبا ودمروها بقيادة قائدهم الأشهر أتيلا الهوني وده بالإضافة لدولة الهياطلة أو الهون الأبيض اللي نشأت سنة 390 ميلاديا وشنت عدة حروب ضد الفرس الساسانيين في إيران وانتصرت عليهم حتى إن الإمبراطورية الفارسية في وقت من الأوقات كانت بتدفع الجزية ليهم إلى أن سقطت على إيد دولة تركية تانية وهي خاقانية جوك ترك واللي معناها الأتراك السماويين. وكانت الدولة دي هي أكبر دولة تركية في التاريخ فامتدت من منغوليا إلى وسط روسيا حاليا. لكن بحلول 603 ميلاديا انهارت الإمبراطورية دي وانقسمت لنصف الصين الخاقانية التركية الشرقية والخاقانية التركية الغربية اللي سرعان ما تفككت وانقسمت لعدة دول وممالك أصغر. وكانت آخر الخانيات التركية القوية قبل الإسلام هي خانية الخزر في روسيا واللي اعتنقت الديانة اليهودية. أما في وسط آسيا فانقسم الأتراك للكثير من الفروع والقبائل اللي حاولت تتحد فيما بينهم وكان أهمهم هم الأتراك الأوغوز. فكان ملخص تاريخ الأتراك قبل الإسلام هو أن بعض القبائل التركية الكثيرة تتحد مع بعضها وتؤسس إمبراطورية كبيرة تغزو العالم إلى أن تنهار الإمبراطورية دي ويهاجروا نحو روسيا وأوروبا. وبكده انت عرفت تاريخ الأناضول وتاريخ الأتراك قبل الإسلام. وده ياخدنا للسؤال اللي بعد كده وهو إيه اللي جاب الأتراك من آسيا الوسطى للأناضول. وعشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الأول إزاي الأتراك دخلوا الإسلام وإزاي تعرفوا على العرب. ففي الوقت ده سنة 610 ميلاديا ظهر الإسلام في الجزيرة العربية وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بفتح القسطنطينية والانتصار على الفرس والروم أقوى دولتين في العالم وقتها. وبالفعل
في سنوات قليلة جدا تمكن المسلمين زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كسر الإمبراطورية الساسانية في إيران وفتح الشام ومصر وطرد الروم منهم. وأمام الهجمات الإسلامية الشرسة تداعت الإمبراطورية الفارسية في إيران بسبب الضربات القوية اللي وجهها ليها المسلمين في معارك ملحمية زي القادسية ونهاوند وغيرهم. ومع سقوط الإمبراطورية الفارسية انفتح الطريق أمام المسلمين نحو آسيا الوسطى وبلاد الأتراك. في البداية قاوم الأتراك الفتوحات الإسلامية لبلادهم بكل شراسة، إلى أن نجح أحد أقوى وأهم قادة المسلمين وهو قتيبة بن مسلم في شن حملات عسكرية غاية في العبقرية نجح خلالها في فتح أغلب بلاد ما وراء النهر، وفرض الحكم الإسلامي فيها بحلول سنة 714 ميلاديا. عشان تبدأ من هنا قصة الأتراك مع العرب اللي تطورت وتعمقت أكتر سنة 751 ميلاديا، وتحديدا على ضفاف نهر طلاس، لما اشتبك جيش الدولة العباسية اللي أرسله أبو مسلم الخراساني مع جيش الصين في معركة شرسة وهي معركة طلاس. فقرر خلالها الأتراك اللي بيحاربوا مع الصينيين الانحياز لصف العرب المسلمين، وده بسبب عدلهم وتسامحهم. فانتهت المعركة بانتصار ضخم للمسلمين، كتب فصل النهاية لطموحات الصين في آسيا الوسطى، وحكم على البلاد دي وأهلها بالدخول في الإسلام اللي اختاروه طوعا وبدأوا في اعتناقه بشكل كبير جدا. ده في الشرق. أما في الغرب فلم يتبقى مع الروم في قارة آسيا إلا منطقة الأناضول اللي حاول المسلمين فتحها أكتر من مرة، لكن المحاولات الإسلامية العربية لفتح الأناضول كانت بتفشل، والسبب في ده هو تحصينات الروم للمناطق الجبلية الحدودية بالإضافة للاستراتيجية الخاطئة اللي اتبعها العرب في فتح الأناضول وهي استهداف العاصمة القسطنطينية مباشرة. فكانوا شايفين أن بسقوطها هتسقط الإمبراطورية البيزنطية مرة واحدة بدون الحاجة للفتح التدريجي للأناضول، وده في سعيهم لتحقيق بشرى الرسول بفتح القسطنطينية. فحاول المسلمين فتحها أكتر من مرة زمن الدولة الأموية إلا إنهم فشلوا، لكن محدش من الفاتحين المسلمين وقتها كان عارف إن تحقيق البشارة النبوية دي هيكون من نصيب بطل مسلم تركي. اهتم الخلفاء العباسيين بشراء العبيد من الأتراك وضمهم للجيش، وده بسبب شجاعتهم ومهارتهم القتالية، لكن بالتزامن مع ضعف الخلافة العباسية بدأ القادة الأتراك اللي أسلموا في تكوين دول إسلامية مستقلة، إلى أن نجحت أحد عشائر قبائل الأتراك الأوغوز وهم السلاجقة بقيادة السلطان طغرل بيك في تأسيس الدولة السلجوقية، وسرعان ما خضعت للسلاجقة إيران والعراق بالكامل. وكنا اتكلمنا في سلسلة كاملة قبل كده بالتفصيل عن دولة السلاجقة، تلاقيها في علامة الآي اللي فوق وفي وصف الفيديو. ومن بعد طغرل بيك تولى الحكم السلطان ألب أرسلان. الراجل ده يعتبر من الناحية التاريخية هو أهم شخصية في تاريخ تركيا والأتراك بلا منازع. فانتصاره الساحق على الروم البيزنطيين في معركة ملاذ كرد سنة 1071 ميلاديا أدى لتغيير شكل العالم، وفتح الباب أمام الأتراك لدخول الأناضول لأول مرة، ومنحت معركة ملاذ كرد للأتراك وطن جديد خارج آسيا الوسطى. لكن يا ترى ازاي حصل كده؟ فبعد المعركة مباشرة دخلت الإمبراطورية البيزنطية في حرب أهلية، وأمر السلطان ألب أرسلان القبائل التركية باستغلال الفرصة وشن الغارات لفتح الأناضول، وقام السلاطين السلاجقة من بعده بتشجيع هجرة القبائل التركية إلى الأناضول، وده للتخلص من الفوضى اللي أحدثوها في إيران. وبسبب الفوضى السياسية اللي أحدثتها معركة ملاذ كرد في الإمبراطورية البيزنطية نجح أحد قادة السلاجقة واسمه سليمان بن قتلمش بمساعدة القبائل التركية الموجودة على الحدود في فتح الأراضي البيزنطية وتأسيس دولة سلاجقة الروم سنة 1081 ميلاديا كأول دولة إسلامية تركية في الأناضول، وهي فرع منفصل من الدولة السلجوقية الأكبر، ما أدى لجلب قبائل تركية أكتر للاستقرار في الأناضول. وسميت الحالة دي في التاريخ باسم تتريك الأناضول، وهي تحويل أغلبيته السكانية من اليونانيين المسيحيين إلى الأتراك المسلمين. واستمرت المرحلة دي لحوالي 400 سنة، وقطعة ورا التانية تم فتح الأناضول بشكل تدريجي، كل ده والعثمانيين لسه ما ظهروش على الساحة في الأناضول، وده لأن الهجرات التركية لم تتوقف عند كده، بل على العكس زادت أكتر، خاصة مع انطلاق غزوات المغول بقيادة جنكيز خان على آسيا الوسطى وإيران. فساهم ده في تشجيع عدة قبائل تركية على الهجرة إلى الأناضول، وكان أمامهم اختيار من اتنين، إما القتل على إيد المغول أو شق طريقهم بالقوة في أراضي الدولة البيزنطية. وفي الوقت ده سنة 1230 ميلاديا كان من أهم القبائل التركية اللي وصلت إلى الأناضول هي قبيلة قاي التركية، قبيلة العثمانيين. نرجع للمغول اللي سنة 1243 ميلاديا قاموا بهزيمة
هزيمة دولة سلاجقة الروم في معركة كوساداغ وأسقطوها. فظهر من هنا في الأناضول عدة دويلات وإمارات تركية، ومن بين كل الإمارات التركية دي كان في إمارة واحدة هي اللي غيرت تاريخ الأناضول وتركيا إلى الأبد، وهي الإمارة العثمانية اللي تأسست سنة 1299 ميلاديا على إيد عثمان بن أرطغرل، وقامت على جهاد الروم وقتلهم، وأصبح الأناضول هو بوابة انطلاق الفتوحات الإسلامية نحو أوروبا. وعلى إيد العثمانيين شهدت تركيا عصرها الذهبي، وأصبحت من أقوى الدول في العالم إن لم تكن الأقوى. ففي عهد أرخان بن عثمان عبر العثمانيين أوروبا لأول مرة، ونجحوا بعد كده في فتح بلاد البلقان واليونان في عهد سلاطين أقوياء زي مراد الأول وبيزيد الصاعقة. وتم تتويج الفتوحات العثمانية في أوروبا بفتح القسطنطينية بقيادة السلطان محمد الفاتح، محققا بداية بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فنجح السلطان الفاتح في إسقاط الإمبراطورية البيزنطية بعد أن استمرت أكثر من 1000 سنة، وحول كنيسة آيا صوفيا أكبر كنائس العالم وقتها إلى جامع، وغير اسم القسطنطينية إلى إسلامبول أو إسطنبول. وفي عهد السلطان محمد الفاتح تم فتح الأناضول بالكامل بشكل نهائي. مش بس كده، لأ ده كمان ولأول مرة في التاريخ الإسلامي يحصل واحد من غير العرب على لقب خليفة المسلمين، وهو السلطان سليم الأول اللي جعل الدولة العثمانية مقر الخلافة الإسلامية بعد إسقاطها في القاهرة. فأصبح بكده هو أول تركي في التاريخ يلقب بخليفة المسلمين، وهو اللقب اللي حمله كل السلاطين العثمانيين بعد كده لحد زوال الدولة العثمانية. لكن في سؤال مهم المفروض نعرف إجابته، يا ترى يعني إيه كلمة ترك أو أتراك، وما سبب تسمية الأتراك بالاسم ده، وإزاي الأوروبيين كانوا بيستعملوا التسمية دي؟ ظهر الاسم ده في التاريخ لأول مرة بشكل رسمي سنة 585 في رسالة من إمبراطور الصين وقتها إلى خاقان دولة جوك ترك في إشارة منه للشعب أو العرق التركي. وكلمة ترك أو تركي معناها في اللغة التركية القديمة القوي أو الشجاع، أما الأوروبيين خاصة زمن الدولة العثمانية فاستعملوها استعمال مختلف. فبالنسبة ليهم كانت كلمة تركي بتساوي كلمة مسلم، وإذا دخل واحد من مسيحيي أوروبا الإسلام قالوا إنه أصبح تركي يعني مسلم، وده لأن الأوروبيين لم ينظروا للعثمانيين باعتبارهم قومية أو عرقية، بل كانوا بيخلطوا بين العرب والأتراك، واعتبروا إن الفتوحات العثمانية اللي اجتاحت أوروبا هي امتداد للفتوحات الإسلامية اللي قام بها العرب في الأراضي الأوروبية خاصة بعد فتح الأندلس في أسبانيا والبرتغال وفرنسا. استمرت الدولة العثمانية حوالي 600 سنة وحكمها 36 سلطان، كان أكثرهم نجاحا هو السلطان سليمان القانوني. ومن بعد سليمان القانوني بدأ تراجع الدولة العثمانية وضعفها لعدة أسباب، لكن حاول بعض السلاطين العثمانيين الأقوياء إصلاح الأوضاع الداخلية ودفع الدولة نحو التقدم، كان آخرهم السلطان عبد الحميد الثاني، لكن محاولاتهم لم تكتمل. وبسبب أن الدولة العثمانية مكونة من عدة شعوب وقوميات أدى انتشار الأفكار والحركات القومية لتفتتها وإضعافها، واضطرت للتنازل عن أراضيها الواحدة ورا التانية. فاستقل الصرب واليونان والبلغار وغيرهم الكتير، وده شجع قوميات تانية زي العرب والأرمن والأكراد على طلب الاستقلال. ولأن أوروبا لم تكن قادرة على تدمير الدولة العثمانية من الخارج، فاستخدم الأوروبيين وعلى رأسهم إنجلترا أسوأ أسلحتهم ضد الدولة العثمانية، وهو تفريق العرب عن الأتراك ومحاولة خلق العداء بينهم والقضاء على صداقتهم اللي استمرت لأكثر من 1000 سنة من أيام معركة نهر طلاس. لكن باشتعال الحرب العالمية الأولى دخل قطار الدولة العثمانية محطته الأخيرة، عشان تبدأ من هنا صفحة جديدة في تاريخ تركيا. في يوم 29 أكتوبر 1914 حصل شيء مهم جدا أثر في حياة ملايين الناس وغير تاريخ الشرق الأوسط كله. محدش وقتها كان متخيل أن اليوم ده هيحدد مصير شعوب وقوميات كتيرة ويرسم حدود دول ويقضي على دول تانية. اللي حصل في اليوم ده كان خطأ كبير جدا دفع ثمنه ملايين الأتراك والعرب. في اليوم ده أعلنت الدولة العثمانية دخولها الحرب العالمية الأولى. فتعالوا بينا نعرف تاريخ تركيا وكيف تأسست الجمهورية التركية وما سبب تسمية تركيا بالاسم ده، وإزاي أصبحت تركيا دولة علمانية،
ومين هو مصطفى كمال أتاتورك وإيه هو دوره في تاريخ تركيا؟ وهل العرب خانوا الأتراك العثمانيين؟ وإزاي سقطت الدولة العثمانية؟ وكيف وصل الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه للسلطة؟ وإزاي تحولت تركيا من دولة منهارة اقتصادياً وخاضعة للغرب لواحدة من أقوى وأهم الدول في الشرق الأوسط؟ كل ده وأكتر هنتكلم عنه في الفيديو ده، بس ياريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلك أول بأول. قبل ما نتكلم عن ازاي وليه الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الاولى وايه اللي حصل لتركيا في الحرب دي، خليني الاول احكي لك عن الفترة الغامضة اللي سبقت دخول العثمانيين للحرب. ففي الوقت ده كانت الدولة العثمانية تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني اللي نجح في النهوض بالدولة بشكل كبير والحفاظ على استمرارها وتصدى لمحاولات اوروبية كتيرة لتقسيمها واسقاطها، كان من بينها رفضه لتوطين اليهود في فلسطين، الا انه واجه معارضة جديدة من عدة فئات كان أهمها جمعية الاتحاد والترقي، واللي قدر أعضائها إنهم يعزلوا السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1909 وعينوا بدلا منه أخوه محمد رشاد. وكان عزل السلطان عبد الحميد الثاني هو بداية النهاية للدولة العثمانية، فدخلت الدولة مرحلة اللا عودة وأصبحت السلطة الفعلية في إيد ثلاث أشخاص هم أنور باشا وطلعت باشا وأحمد جمال باشا، واللي لم يتمكنوا من إدارة الدولة العثمانية بكفاءة وأدخلوها في حروب فشلة زي حروب البلقان الأولى والتانية والحرب الإيطالية الليبية، وخسرت الدولة بسببهم أراضي أكتر وأكتر. لكن لم يكتفي البشوات التلاتة دول بكده، بل قرروا إدخال الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى، واختاروا أنهم يكونوا في صف ألمانيا والنمسا ضد دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا، وده بحجة استرجاع الأراضي اللي تم خسارتها لصالح روسيا وبريطانيا. أما بريطانيا ففرحت جدا بمشاركة الدولة العثمانية في الحرب. طبعا هتقولي ازاي ومش المفروض ان بريطانيا تتضايق من حاجة زي كده، ده العثمانيين أعلنوا الحرب عليها. هقولك ان بريطانيا وقتها كانت عارفة ان الدولة العثمانية ضعيفة جدا وكان عندها مشاريع لتقسيم اراضي الدولة العثمانية الغنية بالنفط. مش بس كده، لا ده كمان الانجليز استغلوا اخطاء جمعية الاتحاد والترقي وتعصبهم للقومية التركية، ونجح الانجليز في تفريق العرب عن الاتراك، وده من خلال نشر دعايتهم في المنطقة ودعم فكرة القومية العربية واستمالة العرب لصفهم. وخلينا اقولك ان خطة الانجليز زي ما كانت في منتهى المكر والذكاء فهي كانت في منتهى البساطة، والخطة باختصار هي خداع العرب للثورة على العثمانيين ومن بعدها التخلص منهم. لكن يا ترى ازاي خطة الانجليز نجحت؟ وهل العرب خانوا الاتراك العثمانيين؟ عشان نجاوب على السؤال ده تعال الاول اعرفك على شخصية مهمة، واحد كان ليه الدور الابرز في تاريخ الشرق الاوسط اللي احنا عارفينه دلوقتي، اسمه الشريف حسين بن علي شريف مكة اللي بينتسب لآل البيت المفروض انه تابع للدولة العثمانية. الراجل ده وقع في فخ الانجليز عن طريق جاسوس بريطاني معروف باسم لورنس العرب، واعلن الثورة على الدولة العثمانية، وسميت الحركة دي باسم الثورة العربية الكبرى. وعلى ثلاث جبهات هم العراق وفلسطين ومضيق الدردنيل قام الانجليز بغزو الدولة العثمانية، لكن اللي محدش توقعه حصل بالفعل، واسقاط الدولة العثمانية لم يكن سهل زي ما بريطانيا تخيلت. فمش هتصدق لو عرفت ان الانجليز اصحاب اقوى واكبر امبراطورية في العالم وقتها انهزموا على ايد العثمانيين في الحرب العالمية الاولى. فحتى والدولة العثمانية وهي في اضعف حالتها كانت قادرة على الانتصار على اكبر امبراطوريات العالم في معارك زي كوت العمارة في العراق اللي اسر العثمانيين فيها الجيش البريطاني، ومعركة جنا قلعة اللي اغرقوا فيها الاسطولين الفرنسي والانجليزي، ومعارك غزة الاولى والتانية في فلسطين. ولم يتمكن الانجليز من الانتصار الا بعد تقدم قوات الشريف حسين والجاسوس لورنس لفلسطين وضربهم للقوات العثمانية من الخلف وقطع خطوط امدادهم، فانهزم العثمانيين وبدأوا في الانسحاب من الاراضي العربية الى الاناضول، ولم يتبقى مع الدولة العثمانية الا اجزاء بسيطة من شمال سوريا والعراق. وفي اكتوبر 1918 وقعت الدولة العثمانية على هدنة مدرس، عشان تبدأ من هنا قصة جديدة اكتر تشويق
وإثارة، وهي قصة تأسيس الجمهورية التركية. لكن قبل ما نجاوب على سؤال إزاي تأسست الجمهورية التركية ومين هو مصطفى كمال وإيه هو دوره في تاريخ تركيا، في سؤال مهم المفروض نعرف إجابته، وهو هل العرب خانوا الدولة العثمانية؟ الإجابة باختصار على السؤال ده هي لا، فالعرب لم يخونوا الأتراك ولا الأتراك خانوا العرب، وإنما بعض العرب هم اللي خانوا مش كلهم، زي ما بعض الأتراك خانوا وارتكبوا أعمال سيئة بحق العرب. فمحدش يقدر إنه يتهم شعب أو أمة بأكملها بالخيانة بسبب تصرفات غلط من بعض المنتسبين ليها. فعدد كبير من العرب وصلوا ل 300,000 جندي كانوا مشاركين في جيش الدولة العثمانية، سواء كانوا مجندين أو متطوعين، في حين إن عدد القوات العربية اللي شاركت ضد العثمانيين بقيادة الشريف حسين لا تتعدى 4,000 جندي. وكان للعرب دور كبير في انتصارات العثمانيين في الحرب العالمية، وحاربوا كتف بكتف مع الأتراك في عدة معارك، ودفعوا عن عاصمة السلطنة اسطنبول في معركة جنا قلعة. وفي نقطة ضروري جدا ان انت تعرفها، وهي ان مش بس العرب اللي تم استغلالهم من اجل اسقاط الدولة العثمانية، لا، ده بريطانيا وفرنسا منحوا وعود للكل، عرب، اكراد، يهود، ارمن، روس، يونانيين، كله. وكان لسان حال الانجليز والفرنسيين وقتها هنعطيكوا كل اللي انتوا عايزينه، بس المهم خلصونا من الدولة العثمانية الاول. لكن طبعا مش محتاج اقولك ان زي ما احنا عارفين الكل في النهاية اتغدر بيه ما عدا اليهود. اعتقد الاتراك والعثمانيين ان بنهاية الحرب العالمية الاولى هتنتهي مشاكلهم معاها، لكن بالعكس دي هتكون بداية الكوارث. فكان نهاية الحرب دي هو البداية لحرب تانية لا تقل عنها أهمية وشراسة، وهي حرب الاستقلال التركية. لكن نسيت أقولك إيه هو مخطط الأوروبيين لتقسيم الدولة العثمانية وتركيا. الدولة العثمانية اتقسمت باتفاقيتين، أول واحدة واللي كلنا عارفينها هي سايكس بيكو اللي تم فيها تقسيم الدول العربية. لكن الاتفاقية اللي في ناس كتير ممكن ما تعرفهاش هي معاهدة سيفر اللي تم فيها تقسيم تركيا والأناضول. ففي أغسطس 1920 أجبرت بريطانيا والحلفاء الحكومة العثمانية على التوقيع على معاهدة سيفر. لكن على عكس سايكس بيكو اللي كانت قسمة البلاد العربية فيها على ثلاثة، هما بريطانيا وفرنسا واليهود، فكانت قسمة الأناضول في معاهدة سيفر على 5 أطراف، أرمينيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، وتم حشر العثمانيين في منطقة صغيرة في الأناضول. أما اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية ففي نوفمبر 1918 احتلتها القوات الفرنسية والإنجليزية في أول احتلال لها من بعد فتح القسطنطينية على ايد السلطان محمد الفاتح، وخضعت اسطنبول لإدارة دولية مشتركة. فكان الوضع باختصار ان الكل مدعو على مائدة افتراس الدولة العثمانية ما عدا اهل البلد انفسهم الاتراك اللي لم يكن امامهم الا المقاومة، وكانت المقاومة دي من خلال حرب الاستقلال التركية. وبكده انت عرفت ازاي وليه الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الاولى ودور العرب فيها وايه هي خطة تقسيم تركيا. تعال بقى نعرف يا ترى ايه هي حرب الاستقلال التركية وازاي تركيا تأسست وازاي استمرت في القتال 4 سنوات اخرى بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى. ففي الوقت ده ظهر ضابط في الجيش العثماني هيغير مصير الاحداث كلها في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي، وهيرسم مستقبل تركيا، وهو مصطفى كمال اتاتورك اللي ارسله السلطان العثماني محمد وحيد الدين الى الاناضول. ومن هناك انطلقت حركة المقاومة الشعبية المسلحة لتحرير الاراضي التركية من الاحتلال الاجنبي بزعامة مصطفى كمال اتاتورك، اللي قام هو ومجموعة كبيرة من القادة العثمانيين السابقين بتأسيس جمعية وطنية او برلمان جديد في مدينة انقرة اسمه مجلس الامة التركي الكبير، وتم انتخاب مصطفى كمال رئيس عليه. وقام المجلس ده بإدارة الحرب في 3 جبهات مع الأرمن في الشرق والفرنسيين في الجنوب واليونانيين في الغرب، وكانت كل جبهة من الجبهات دي حرب منفصلة بحد ذاتها عرفوا معا باسم حرب الاستقلال التركية، واللي بدأت في مايو 1919 بتوزيع أسلحة الجيش العثماني على الأهالي وتشكيل ميليشيات شعبية. ونجحت القوات دي بقيادة مصطفى كمال في هزيمة الأرمن في الحرب التركية الأرمنية، ومن بعدها تم التركيز على الجبهة الجنوبية، فجرى هزيمة الفرنسيين خلال الحرب التركية الفرنسية في عدة معارك زي أورفا ومرعش، إلى أن اضطرت فرنسا في النهاية للانسحاب إلى
إلى سوريا والتخلي عن الأراضي اللي بتحتلها في جنوب تركيا. أما الجبهة الغربية لحرب الاستقلال فعرفت باسم الحرب اليونانية التركية، واللي كانت أصعب وأخطر الجبهات، إلا أن القوات التركية نجحت في هزيمتهم في أكتر من معركة، وجرى بعدها طرد القوات اليونانية من الأناضول واستعادة إزمير. أما إيطاليا فلم تحارب الأتراك وانسحبت من جنوب الأناضول، وأدت الانتصارات المتلاحقة دي لتحول مصطفى كمال أتاتورك لبطل قومي، وأصبح هو سيد الموقف في الأناضول. وبحلول أكتوبر 1922 انتهت حرب الاستقلال وتم توقيع هدنة مودانيا بين حكومة أنقرة ودول الحلفاء، وتقدمت القوات التركية نحو اسطنبول، فاضطرت الدول الأوروبية للانسحاب من اسطنبول وأدرنا والجزء الأوروبي من تركيا. وبعد عدة مفاوضات مع الحلفاء وقعت تركيا على أهم اتفاقية في تاريخها الحديث في يوليو 1923، وهي اتفاقية لوزان اللي تم فيها الاعتراف باستقلال تركيا وإلغاء معاهدة سيفر، لكن ده كان مقابل تخلي تركيا عن أراضي الدولة العثمانية اللي تم احتلالها زي سوريا وبلاد الشام والعراق والحجاز وليبيا ومصر والسودان. نرجع لمصطفى كمال اللي في الوقت ده وبشكل مفاجئ للجميع أعلن عبر البرلمان التركي يوم 1 نوفمبر 1923 إلغاء السلطنة العثمانية وعزل السلطان محمد وحيد الدين، في حين تم الإبقاء على منصب الخليفة كمنصب صوري بلا أي صلاحيات، واللي كان من نصيب الخليفة العثماني الأخير عبد المجيد الثاني اللي أصبح هو الخليفة رقم 102 في التاريخ الإسلامي. أما لو بتسأل نفسك طب ليه تم إلغاء السلطنة مع إن الأتراك انتصروا في الحرب؟ هقولك إن ده كان أحد شروط الحلفاء لبدء التفاوض مع الحكومة التركية. وبشكل رسمي يوم 29 أكتوبر 1923 تأسست الجمهورية التركية، وأصبح مصطفى كمال أتاتورك هو أول رئيس ليها، واللي وقع اختياره على مدينة أنقرة عشان تكون عاصمة جديدة للدولة. وبعد ما عرفنا إيه هي حرب الاستقلال وإزاي تأسست تركيا ومين هو مصطفى كمال، عايزين نعرف بقى يا ترى مصطفى كمال أتاتورك أول ما مسك الحكم عمل إيه، وإزاي أصبحت تركيا دولة علمانية، ويعني إيه أصلاً كلمة أتاتورك، وإيه سبب تسميته بالاسم ده. كانت أول أعمال مصطفى كمال أتاتورك بعد الاستقلال هي القضاء على أي حاجة بتربط تركيا بالإسلام أو العرب، وسلخ تركيا عن العالم الإسلامي، وكان ده عن طريق سلسلة من الإجراءات. ألغى مصطفى كمال الخلافة الإسلامية بعد أن استمرت في تركيا لأكثر من 400 سنة من أيام السلطان سليم الأول، وتم نفي العثمانيين وكل أفراد العائلة العثمانية من تركيا بعد مصادرة أملاكهم، فسقطت بكده الدولة العثمانية فعليا وانهارت معاها الخلافة الإسلامية. كانت دي هي مجرد البداية، فأتاتورك أغلق المدارس الدينية وحولها لمدارس علمانية، لجانب أنه أوقف العمل بالشريعة الإسلامية وحل محلها مجموعة من القوانين الأوروبية. ولحد الوقت ده كانت الكتابة المستعملة في تركيا هي التركية العثمانية المكتوبة بالحروف العربية، فألغى أتاتورك استعمال الحروف العربية وحل محلها الحروف اللاتينية، وقاد بنفسه حملة لتعليم الشعب التركي الأبجدية الجديدة، واعتبرها حركة لمحو الأمية. ولك أن تتخيل أن كان من نتائج التغيير ده أن الأتراك أصبحوا غير قادرين على قراءة الكتب اللي كتبها أجدادهم باللغة العثمانية. حرص مصطفى كمال على أن يكون مظهر الأتراك غربي زي القوانين اللي أصدرها، فمنع النساء من ارتداء الحجاب ومنع لبس العمائم والطربوش، واستبدلهم بالزي الغربي والقبعات الأوروبية. مش بس كده، لا ده كمان أخد قرارات لإبعاد الأتراك أكتر عن الإسلام، فخلى الأذان بدل ما هو باللغة العربية يكون باللغة التركية، وحول جامع آيا صوفيا رمز الفتح الإسلامي لإسطنبول إلى متحف بعد أن كانت الصلاة بتقام فيه ل481 سنة من أيام السلطان محمد الفاتح. وكل القرارات والقوانين دي بالإضافة لعدة سياسات تانية سميت باسم إصلاحات أتاتورك. لكن مصطفى كمال لم يكتفي بكده، بل أسس حزب الشعب الجمهوري اللي هيمن على المشهد السياسي في تركيا لحد عام 1945،
وأصدر الدستور التركي واللي نص على علمانية تركيا وفصل الدين نهائيا عن الدولة. وكانت المشكلة الأكبر هي أنه جعل الجيش التركي هو المسؤول عن الحفاظ على علمانية الدولة والفكر الكمالي. وكانت النقطة دي هي السبب في عدة محاولات من الجيش التركي لتغيير وإسقاط الحكومات التركية اللي بتخالف العلمانية زي ما هنشوف كمان شوية. وعلى الرغم من كل التغييرات اللي عملها أتاتورك إلا أنه لم يغير علم الدولة العثمانية واللي أصبح هو نفسه علم جمهورية تركيا. لكن يا ترى يعني إيه اسم أتاتورك وليه تم تسمية مصطفى كمال بالاسم ده؟ كلمة أتاتورك معناها أبو الأتراك، والسبب في اختيار الاسم ده بالتحديد بيرجع لسنة 1934 لما قرر البرلمان التركي منح لقب أتاتورك لمصطفى كمال كنوع من التكريم باعتباره بطل قومي وبسبب دوره الكبير في حرب الاستقلال وتأسيس الجمهورية التركية. ويوم 10 نوفمبر 1938 انتهت حياة مصطفى كمال بعد أن استمر في حكم تركيا 15 سنة. وده يودينا لسؤال مهم، وهو إيه اللي حصل بعد كده؟ وهل تركيا شاركت في الحرب العالمية التانية ولا لأ؟ بعد مصطفى كمال انتقل حكم تركيا للرئيس عصمت إينونو، وفي الوقت ده كان العالم على موعد حرب جديدة أسوأ وأفتك من الحرب العالمية الأولى، وهي الحرب العالمية التانية اللي نشرت الفوضى والخراب في كل أرجاء أوروبا. إلا إن الأتراك كانوا بالذكاء الكافي اللي خلاهم يتجنبوا الدخول في الحرب العالمية التانية، خاصة بعد ما جربوا حظهم في الأولى. في البداية تبنت تركيا الحياد، لكن مع قرب انتهاء الحرب واتضاح هزيمة دول المحور أعلنت انضمامها للحلفاء. وخلال الحرب الباردة كان لتركيا دور مهم جدا بالنسبة لأمريكا وأوروبا، وده بسبب موقعها الجغرافي على الحدود مع الاتحاد السوفيتي. فانضمت تركيا لحلف الناتو سنة 1952 وأصبحت هي نقطة متقدمة لواشنطن والغرب في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وبحلول عام 1974 تدخلت تركيا عسكريا في جزيرة قبرص، وكان السبب في ده هو إنقاذ القبارصة الأتراك من خطر الجيش اليوناني، وأسست تركيا هناك جمهورية شمال قبرص التركية. ده في الخارج. أما في الداخل فشهد تاريخ تركيا الحديث 4 محاولات ناجحة من الجيش التركي لإزاحة الحكومات التركية اللي بتخالف العلمانية ومبادئ أتاتورك. أولى المحاولات دي كانت في 27 مايو 1960، واللي تم فيها الإطاحة برئيس الوزراء عدنان مندريس وإعدامه. وكان السبب في ده هو قرار مندريس بإعادة رفع الأذان باللغة العربية لأول مرة بعد منعه ل 18 سنة وسماحه بتدريس الدين في المدارس. المحاولة الثانية كانت في 12 مارس 1971، وجرى فيها إجبار حكومة سليمان ديميريل على الاستقالة عشان تدخل بعدها تركيا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، إلى أن وقع التدخل الثالث من الجيش التركي بقيادة كنعان إيفرين في 12 سبتمبر 1980، في واحدة من أسوأ الأحداث في تاريخ تركيا. لكن قبل ما نتكلم عن رابع محاولة، تعال نجاوب على سؤال، يعني إيه كلمة تركيا وما سبب تسمية تركيا بالاسم ده؟ ظهر اسم تركيا أو تركي لأول مرة في التاريخ خلال العصور الوسطى، وهو مشتق من الكلمة اللاتينية تورتشيا ومعناها الأرض اللي بيسكنها الأتراك، في حين أن اسم تركيا باللغة التركية بينقسم لمقطعين، الأول ترك وبيشير إلى سكان تركيا أو الشعب التركي، أما المقطع الثاني إيا أو يا فبيعني مالك أو الشخص اللي بيملك شيء، وبالتالي كلمة تركيا معناها أرض الأتراك. وكان الأوروبيين لمئات السنين بيشيروا للدولة العثمانية ومنطقة الأناضول الحالية باسم تركيا. وعام 1923 تم اعتماد اسم تركيا كاسم رسمي للبلاد بعد قيام الجمهورية التركية الحديثة، وده باعتبار ان الجمهورية التركية لم تؤسس على الدين وانما على اساس القومية التركية. نرجع لموضوعنا، يا ترى ازاي حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب اردوغان وصلوا للسلطة؟ خلينا جاوبك على السؤال ده واقولك ان الشعب التركي اللي بيشكل المسلمين فيه حوالي 97% كان غالبيته بيرفض العلمانية المفروضة عليه، وبدأ في انتخاب شخصيات ذات ميول إسلامية، أهمهم هو نجم الدين أربكان اللي تولى رئاسة الحكومة التركية في 1996 عشان يجي الرد لرابع مرة من حماة العلمانية، ويتم الإطاحة بحكومة أربكان في 1997 وحل حزبه حزب الرفاه
خاصة بعد عمل فعاليات عن القدس وزيارة أربكان لدول إسلامية. وفي الوقت ده نجح أحد تلاميذ أربكان وهو رجب طيب أردوغان في الفوز برئاسة بلدية إسطنبول، وأسس بعدها أردوغان حزب جديد وهو العدالة والتنمية، ففاز بالانتخابات في 2002 وتولى قيادة تركيا كرئيس وزراء سنة 2003. وخلال فترة قليلة جدا حصلت في تركيا ثورة اقتصادية وتنموية في كل المجالات، نقلت تركيا من دولة ضعيفة وفقيرة إلى أحد أقوى 20 اقتصاد في العالم، وواحدة من أهم الدول من الناحية السياسية والعسكرية، وقوة إقليمية مهمة لا يمكن التغاضي عن تأثيرها، وليها حضور في أهم ملفات الشرق الأوسط. وفي 2017 تم تغيير الدستور التركي وتحولت تركيا من النظام البرلماني للنظام الرئاسي، وفاز أردوغان بمنصب رئيس الجمهورية. وفي يوليو 2020 تم إعادة آيا صوفيا إلى وظيفته الأصلية اللي كان عليها طوال التاريخ العثماني وهو جامع، وتم فتحه أمام المسلمين للصلاة من جديد باعتباره أحد رموز انتصار الحضارة الإسلامية. وفي السنة دي 2023 وتحديدا يوم 29 أكتوبر بيصادف مرور 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية، عشان يبدأ من هنا قرن جديد في تاريخ تركيا والأتراك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك. ولو حابب إن أنت تدعم القناة ماديا عن طريق باي بال أو موقع باتريون أو من خلال الانتساب للقناة، هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. شكراً.